الحفاظ على حدود الصلاة. الصلاة لها حدود، حدود واجبة وحدود مندوبة. ما علينا بالحدود المندوبة الآن، الحدود الواجبة هاي الصلاة اللي احنا نصليها مطابقة للأمر الإلهي. بعد 50 عام يتبين أن الصلاة كانت باطلة. صحة الصلاة لا ترتبط بالعلم والجهل، هذا أثر وضعي، كنت عالما أو كنت جاهلا الصلاة باطلة. وأول ما ينظر، لاحظوا الروايات في البحار وفي الوسائل، أول ما ينظر في عمل العبد بعد المعرفة طبعا الصلاة. يفتحون ديوانه يلاحظون صلاته، إذا قبلت يباوعون بقية أعماله، إذا ما قبلت يرمون بصحيفة أعماله. إحنا فكرنا أن الصلاة عمود الدين، يعني شنو عمود الدين؟ إحنا نعلم أن هاي صلواتنا اللي نصليها جامعة للشرائط، لو مو جامعة للشرائط أنى للجاهل أن يعرف ذلك. واحد من الشباب في هذا المسجد قال لي أنه أنا كنت أتوضأ على هذا النحو، قلت له وضوءك باطل ويجب أن تعيد كل صلواتك، مع أنه من الشباب المتدينين الملتزمين بالمساجد المثقفين أيضا بالثقافة الدينية. صلواته 30 سنة أقل أكثر كلها باطلة. هذا عمود دينه باطل، يجب عليه أن يعيد صلاته. يوم القيامة لا يأتي أمام الله سبحانه وتعالى والله والملائكة يرمون صحيفة أعماله جانباً.